صباح الخير واهلا بيكم على قناة سمر تايم. النهاردة انا عاملة فيديو رد على سؤال من يارا خالد. امبارح سابت لي كومنت على الفيديو بتسألني ازاي تستعمل التشيا سيد، فانا وعدتها ان انا هعمل لها وصفة النهاردة الصبح، وصفة سهلة جدا 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 وحلوة جدا للتشيا سيد، لان التشيا سيد مش كل الناس بتحبها، فلازم يعني تستعمليها استعمالات مختلفة لحد ما تلاقي الطريقة اللي بتعجبك. في ناس بتحطها على السلطة وهي مجففة كده، زي ده بيبقى شكلها، بتبقى شوية ناشفة وبتقرمش. في ناس تانية بتحبها طرية زي البودينج. فأنا هعمل لك طريقة النهاردة اللي أنا يعني بفضلها، هي عبارة عن زي جيلي أو بودينج، حاجة للفطار أو حاجة كتحلية، بس هايلة جدا، سهلة جدا وصحية وخفيفة، وهتعجبك وهتعجب كمان الأطفال لأنها عاملة زي الجيلي بالظبط. فأنا أول حاجة عندي دي الشيا سيد، ده بيبقى شكلها قبل ما نحط عليها اي مية او اي حاجة، بتبقى حبوب صغننة خالص. المفروض ان هي سوبر فود، يعني غنية بالاوميجا 3 وكمان فيها بروتين عالي جدا. والحاجة الوحيدة يعني الحاجة اللي انا فعلا يعني شخصيا حسيتها، وعشان كده انا بشتريها بكميات كبيرة زي ما انتم شايفين كده، انها بتساعد على الهضم. يعني لو كلتي، لو حطيتي معلقة منها على الفطار ومعلقة على الغداء ومعلقة على العشاء، بجد بتسهل عملية دخول الحمام للناس اللي عندها امساك مزمن. هايلة 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 هايلة، لازم تدخلوها في الدايت بتاعكم. فاول حاجة هتجيبي بولة كده زي دي او كوباية. انا حاطة هنا حوالي معلقتين كبار من التشيا سيد. كل اللي انا هعمله ان انا هضيف عليها مية او يعني نوع من السوائل، ممكن تحطي لبن، ممكن تحطي مية، ممكن تحطي عصير. انا بحب يعني اعملها الاول في مية، وهوريكم بعد كده ازاي بستعمل يعني بستعملها بس. وتقلبيها بقى كويس زي ما انت شايفه، كميه ميه يعني كبيره، مش قليله، يعني تحسي ان هي بتدوب، مش هتدوب ولا حاجه، بس تحسي ان هي عايمه فيها كده، لان الشيا سيد هتمتص كل الميه ديت بس. فتقلبيها كويس عشان كلها تطرى في نفس الوقت. شايفين كمية المية وكمية السيد دي، شكلها تقريبا ممكن ازود لها مية كمان بعد شوية، بس يعني ايه هسيبها كده لحد ما اشوف هتحتاج ولا لا. بس بعد حوالي نص ساعة انا سبت التشيا سيد في المية اللي احنا حطيناها. شايفين بقت عاملة ازاي؟ الحبوب الصغيرة كبرت شوية وبقى حواليها زي طبقة جيلاتينية كده، بقت عاملة زي الجيلي بالظبط، وبقت يعني سميكة زي ما انتوا شايفين. ديت ممكن تزود لها مية كمان لو عايزاها اخف من كده، بس دي يعني ده كده السمك يعني مناسب، لان انا لسه هضيف عليها لبن. بس ده شكلها بعد ما انا يعني حطيتها في بولة اللي انا هاكل فيها، وحطيت معاها شوية لبن لوز، وحطيت تفاح مقطع، وكوكو باودر او بودرة شوكولاتة، قرفة، كركم، وهقلب بقى كل ده مع بعضه كده. بجد طعمها هايل جدا وهتعجبكم جدا، وهتعجب كمان الاولاد لو اديتيها لهم على انها جيلي، بجد مش هيحسوا بطعم الحبوب خالص. بس فتقعدي تقلبي فيها كده لحد ما كل حاجة تدوب في بعضها. طبعا الفليفرز دي يعني اب تو يو، انت ممكن تقطعي بدل التفاح قطعي موز، كانتالوب، ممكن تقطعي كيوي بدل الشوكولاتة، ممكن تحطي جوز هند لو بتحب الجوز الهند بس. وبتتاكل كده على انها بودنج الصبح. انا حطيت كمان زبيب او يعني عنب مجفف، بس بتاكليها بقى الصبح كده على انها فطار. شكلها بيبقى بصوا ده عامل كده، بتبقى مشبعة جدا زي ما قلت، مفيدة جدا جدا في الهضم، انصح بيها بشدة يعني للناس اللي بتعاني من موضوع دخول الحمام. بس وطعمها هيبقى حلو، ممكن تزودي عليها عسل كمان او اي حاجة يعني تدي لها الطعم اللي انت عايزاه. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها، ويعرفوني لو في وصفات تانية انتوا حابينها او عايزين تعرفوها. ويا رب الوصفة تعجب يارا خالد اللي سألتني عليها، وعرفيني لو جربتيها، واشوفكم الفيديو اللي جاي بإذن الله. باي باي.